الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده ميعادنا الاسبوعي اللي نلتقي فيه مع يعني عالم جليل الشيخ رمضان عبد المعز اللي بيشرفنا. اهلا وسهلا بفضيلتك. اهلا بحضرتك. والمنشد الجميل مصطفى عاطف، اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. وسعيد جدا بهذا اللقاء. يعني حلقات الاسبوع اللي فات كان ليها صدى طيب عند الناس. كلماتك الجميله وشرحك الوافي وصوتك العذب الرقيق الحقيقه اجتمعوا مع بعض وعملوا لنا حلقه كانت جميله. ربنا يعني يسخرنا دائما للخير ويجعلنا مفاتيح للخير مغلقه للشر. امين. تحب النهارده نتكلم عن ايه؟ نستفتح الاول؟ طيب يعني طب نستفتح الاول. احنا اعتدنا يعني بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى، اعتدنا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان قد يقدر الكلمه والمعنى الجميل وان من البيان لسحرا، فاعتدنا ان احنا نبدا بمصطفى الاول. تفضل يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قصيده في الحب الالهي. طب يا ابن الفرد. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك وإذا سألتك أن أرى عليك. الله يكرمك يا مصطفى، يفتح عليك حبيبي. صوت جميل وصادق شيء جميل، ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. وبمناسبة اللي مصطفى قاله، قد إيه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدر الكلمات الجميلة. يعني على سبيل المثال، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يفتح مكة المكرمة، دخل معه 10,000 صحابي وأعلن اليوم يوم المرحمة. النبي جاي مكة يرحم الناس مش يعذبهم. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، من أغلق بابه دونه فهو آمن، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. بس في مجموعة أشخاص أهدر دمهم يوم الفتح، ناس نقدر نقول عليهم
يعني تعدوا حدود الإجرام. كان من الناس اللي أهدر دمهم يوم الفتح سيدنا كعب بن الزهير، ففر هاربا وبعدين ألف قصيدة وتلثم غطى وشه، لأنه النبي قال اللي يلاقي فلان وفلان 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 أسماء كده اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. ليه؟ إن الناس دي قتلت ناس وسفقت دماء واغتالت ناس ودمرت ناس، فده قصاص. فكعب بن زهير لما هرب فألف قصيدة اسمها اللامية، وبعدين لحد ما يوصل للنبي هو خايف على حياته، لو أي واحد قابله في الشارع من الصحابة هيقتله. فخبى وشه وتنال لحد ما وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال قصيدة اسمها اللامية، بيقول فيها إيه: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تؤاخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. القصيدة كبيرة، والعجيب في الموضوع إنه بدأها بالغزل كعادة الشعراء، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني القصيدة ما بدأتش نبئت أن رسول الله أوعدني، ده بدأت بانت سعاده فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. كان ده في كتب السيرة، فما أنكرش عليه النبي عليه الصلاة والسلام. عمل إيه النبي بقى يا دكتور عمرو عشان الكلمة الجميلة والأبيات الجميلة اللي قالها الراجل؟ قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فخلع بردته ووضعها على كتفه، ادها له هدية، واشتراها منه معاوية بن أبي سفيان ب80,000 درهم. ما قتلوش؟ لا لا ما قتلوش، عفى عنه. مش بس عفى عنه، ده عطاله العباية بتاعته، البردة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فجي معاوية بن أبي سفيان انتهزها فرصة تبيعها، قال دي عباية النبي، قال له ادفع فيها 80,000 درهم، وادفع فيها 80,000 درهم وجعلها معاوية في البيت الأموي. معاوية مسك البلد 20 سنة، الدولة الإسلامية، يقول لهم احنا عندنا عباية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دي بس كده على هامش موضوعنا. لا مش على هامش، انت كده بقى انت عارف هتخليني، انا كنت لسه بسألكم نتكلم عن ايه النهاردة، نتكلم عن ايه النهاردة، احنا لسه ما حددناش الموضوع. وانك لعلى خلق عظيم، هذا هو خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الرحمة، شوف المغفرة، الحكمة. فايه رأيك؟ والله يا دكتور عمرو، يعني احنا في امس الحاجة، والله في امس الحاجة الى فتح هذا الملف ونناقشه مع السادة المشاهدين، زي ما بنقول كده خطوة خطوة، زي الجماعة الاجانب ما بيقولوا ستيب باي ستيب، نقطة نقطة. ليه؟ لانه في الدنيا عشان تبني مجتمع قوي، بنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسس الساجد قبل المساجد، قبل ما يبني جوامع بنى الاشخاص. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنت عايز تبني مصر القوية، لا مش مصر بس، الأمة القوية، ها؟ ال- ال- البشر الكوميونتي، المجموعة القوية، عايز تبنيها لابد أن تسوده الأخلاق. مجتمع يسود الأخلاق، وده اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليه؟ وتمم مكارم أخلاقي. وده في حد ذاته من أخلاق النبي، يعني من أدبه عليه الصلاة والسلام. ما قالش إيه؟ إنما بعثت لأعلمكم الأخلاق، أو لأبني الأخلاق، قال لأتمم مكارم الأخلاق عشان ما يضيعش مجهود الأنبياء اللي قبله. يعني عايز يقول برضو الأنبياء اللي جوهم قبلي أنبياء كرام عظام، جوهم يأسسوا الأخلاق وأنا جاي أكمل يعني الأخلاق. طيب نبدأ منين؟ نبدأ من قول لي العنوان. طيب أنا خليني بس رقم واحد أقول للسادة المشاهدين، أنه رقم واحد أن الأخلاق ده مش أمر ثانوي، ده أصل، صح ولا لا؟ ده مش شيء كده على هامش الموضوع، إيه رأيكم نتكلم عن الأخلاق؟ لا، ده هو الجوهر، ده هو الأساس. الصلاة، إحنا ليه بنصلي؟ وأقم الصلاة،
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة نفسها ثمرة يعني غاية ولا وسيلة؟ لا، الصلاة نفسها وسيلة لغاية، لغاية كبيرة. نعم، الصلاة وسيلة ليه؟ لتنهى عن الفحشاء والمنكر عشان تهذب المجتمع. طب والزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عشان تنقي الناس. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. نعم، الحج كمان عشان نعم يهذب الأخلاق. يبقى العبادات نفسها عشان، والصوم عشان نصل إلى نتائج. يبقى العبادات كأن العبادات وسيلة لغاية كبيرة جدا 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 هي الأخلاق. والناجون يوم القيامة هم اللي عندهم أخلاق. إذن يبقى عنوان، يبقى أنا عايز أقول عنوان الحلقة النهاردة، عنوان نقول عليها مثلا وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، عليه الصلاة والسلام. نرجع لك بقى عشان نسمع حاجة جميلة كده في حب الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ سلام. نكمل مع مولانا. تفضل. من مشاحات سيدنا الشيخ سيدنا قشبندي. تفضل يا مولانا. منية النفس يا حبيب فؤادي، أنت قصدي أنت قصدي وبويتي ومرادي، أنت روحي وراحتي ونعيمي، أنت روحي وراحتي ونعيمي، أنت روحي وراحتي ونعيمي، لست أرجو سوى دوام الوداد، كل حب لغير ذاتك يفنى، يا دليل الهدى وباب الرشاد، يا بشيرا لمن أطاع ونورا، يا بشيرا لمن أطاع ونورا ونذيرا لمن عصى في جنابك، جل من بالكمال خصك والنور وآتاك رحمة للعباد. الله 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 السلام. الله 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 سيد النقشبندي. يعني ده نوع مختلف. نوع مختلف جميل. ربنا يكرمك يا مصطفى. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. يبقى احنا بينا للسادة المشاهدين أن الأخلاق هي أصل، حتى أن العبادات ذاتها وسيلة لغاية عشان توصلنا الأخلاق. للأخلاق. والناجون يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحاسنكم أخلاقا، أحاسن الناس أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. جميل. يبقى احنا دلوقتي بنأسس من خلال بوضوح الى انه عايزين نبني مجتمع قوي لابد من الاخلاق.
هيطلع واحد مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق هيطلع واحد يقول لي مع مين يا مولانا؟ مصر في ناس ما تستاهلش. آه ما هو في ناس يا مولانا بس عشان نبقى مع بعض كده في ناس زي المسمار عايز يمشي تقعد تدقه على راسه. آه خلينا نتكلم بمنطقنا يعني لازم نحل كل الألغاز اللي بتدور في أذهان ولادنا دلوقتي. شوفوا ربنا بيقول إيه لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن، بيقول له يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار، وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أدنيه من جواري وأن أسقيه من حظيرة قدسي. الله. أخلاق الله. يا إبراهيم خلي أخلاقك حسنة حتى مع الكفار. أخلاق، وده اللي النبي علمه لنا وغرسه فينا. لما كلمنا مثلا عن الأمانة قال أد الأمانة إلى من ائتمنك، ماشي، ولا تخن من خانك. اللي يخونك ما تخنوش. ليه؟ لأن أنت عندك أخلاق. يبقى احنا قلنا الأخلاق جوهر، الأخلاق أنت هتعملها مش هتديها للي يستاهل بس، واللي ما يستاهلش هتدي له أخلاق. إن لم يكن هو أهل للأخلاق فأنت أهل للأخلاق. شوف احنا بنقول سيدنا النبي دخل فاتح مكة وعفى عن الناس، صح؟ وهم عملوا ايه فيه يا دكتور عمرو؟ طردوه وعذبوه واخرجوه. نعم. وعذبوه وقتلوا الصحابة وحربوه في بدر. صح. وحربوه في احد. صح. وحربوه في الاحزاب، قصة كبيرة جدا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفى. ابن الصيفي الشاعر الجميل بيقول ايه؟ ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. المثل ده كلنا عارفينه، كل إناء ينضح بما فيه. أنا أناشد السادة المشاهدين الكرام، الناس اللي بتقول لرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أناشد هؤلاء القوم الكرام أن يكونوا آنية المسك. وعشان كده هنبدأ بقى في سلسلة الأخلاق بحاجة واحدة بس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر. أدي أول أخلاق، أول حاجة نقدمها للناس، يعني ابتسم. ما انت شايف اللي احنا فيه؟ والله الأمل كبير. ما انت شايف يا مولانا؟ والله تفاءل، تفاءلوا بالخير تجدوه. شوف يقول لك كده في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، وشه كده على طول متهلل. حتى عبد الله بن الحارث ده أخو النبي في الرضاعة، بيقولوا له كلمنا كده عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني النبي كان له 124 ألف صحابي، ده أحد الصحابة بيقول والله ما شفت حد. ده أخو الشيماء أظن، الله يبارك لك. نعم. من الرضاعة. نعم. والشيماء دي كانت حكايتها حكاية مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن الحارث يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. ليس. السؤال بقى، عبد الله بن الحارث ده بيشوف النبي في بيته ولا في الشارع والمسجد؟ في الشارع، الشارع والمسجد. طب ما احنا محتاجين نعرف النبي في بيته، ما هو ربما يكون بيضحك بره، ها، بس جوه يعني شديدها شوية. في بيتي أمنا عائشة تقول كان بساما ضحاكا، يعني على طول الابتسامة العريضة بتاع سيدنا النبي. سيدنا عائشة برضو بتحكي عن شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقول كان بسام المحية، وشو بيضحك، تخش تألفه. طب أنا عايز السادة المشاهدين نجرب كده، احنا كلنا مكروبين، كلنا مهمومين عشان بلدنا، كلنا عندنا ألام وجراحات. جرب كده، جرب تبتسم، جرب توزع الابتسامة على الناس. وهو اللي النبي علمنا تبسمك ايه؟ في وجه صدقة. أخيك صدق. نعم. والله دي لا تكلفنا شيء. نعم. فلو قلنا أول خلق هنطلعه من جرابنا النهاردة، جراب المسك اللي معانا للسادة المشاهدين، الابتسامة يا حضرة. طيب هنسمع قبل الفاصل، نسمع حاجة في حب سيدنا النبي وبعدين نطلع الفاصل. ابتسمت صلى الله عليه وسلم. ابتسامته كانت علامة، حببنا فيه الابتسامة. ابتسامته كانت علامة، حبينا فيه الابتسامة. ويا بخته اللي يشوف حبيبي مبتسم يوم القيامة.
يا بخته اللي شوف حبيبي مبتسم يوم القيامة بيبان من وسط الوشوش معروف بالبدر البشوش بيبان من وسط الوشوش معروف بالبدر البشوش واقف بيشرب حبايبه علشان تاني ما يعطشوش ابتسامته كانت علامة حبينا فيه الابتسامة ابتسامته كانت علامة حبينا فيه الابتسامة يا بخته اللي شوف حبيبي مبتسم يوم القيامة يا بخته اللي شوف حبيبي مبتسم يوم القيامة. الله ما شفع فينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأسقنا هذه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعضها أبدا إن شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نعاود حوارنا مع ضيوفنا اللي منورنا النهاردة. أهلا حضراتكم مرة تانية في هذا اللقاء الجميل مع الشيخ رمضان عبد المعز والمنشد الجميل مصطفى عاطف، وأكرر الترحاب مرة أخرى، وإن شاء الله في آخر حلقة في آخر 10 دقائق حيكون في تليفونات حاضر، بس أرجوكم حضروا الأسئلة وأسئلة سريعة عشان نجيب عليها كلها إن شاء الله. نرجع تاني للابتسامة. مولانا الناس في الشارع ماشية عاملة 111 والناس مكتئبة والناس مش طايقة بعضها، ولو أنت شفت واحد ده أنت على عربيتك لمست في عربية واحد زمان كان يقول له طب مش خدت تاخد بالك، النهاردة ممكن ينزل يموته. ففي ظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها دي والمشاكل وما عرفش ايه اللي وصلنا الى هذه المرحلة من الاحتقان الشديد بيننا وبين بعضينا، لما نيجي يعني نستأثر بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول ما كانش بيزعل؟ ما كانش احيانا يغضب؟ وكان بيعمل ايه؟ حاضر. بسم الله والحمد لله وصلى الله على النبي ومصطفى وبعد. ممكن بعض اولادنا يقول يا جماعة ماشي والله احنا هنبش وحنبتسم في وجوه الناس وتبسمك في وجه أخيك صدقة، بس الحياة مليئة بالأحداث والحياة مليئة بالهموم، يعني مش أنا ننفعل معها؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبي لا تحزن، ها في حزنه، ولما مات إبراهيم ابنه وكان رضيع وسالت الدموع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين بيقولوا له أنت زعلان يا رسول الله بتبكي؟ يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحزن ده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. الحزن غير الضجر غير الزعيق غير الغضب. طب والنبي ما كانش بيغضب عليه الصلاة والسلام؟ كان لا يؤمن، عائشة تقول كان لا يغضب لنفسه قط أبدا، يغضبش لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى الغضب وارد، اللي هو غضب لله، غضب من أجل الحق، بس الغضب اللي أنا بغضبها ديت ما تخرجنيش من إطار الأخلاق، في ليمت ما عدهوش، في حدود ما تجاوزهاش. والناس النبي صنفهم 4 أصناف، قال إن من الناس سريع الغضب سريع الفيء، يغضب بسرعة، وقال لي كلمة رضية، وإن من الناس بطيء الغضب بطيء الفيء، يقول لك اتقي شر الحليم إيه؟ إذا غضب، لأنه لو غضب أوه طب يا عم خلاص أبدا، طب نبص راسك لا يا سيدي، فنقعد نتحرك كتير عشان يرجع. يبقى سريع الغضب سريع الفيء، بطيء الغضب بطيء الفيء. في بقى صنف وحش النبي ذمه، سريع الغضب بطيء الفيء، اقل حاجه تغضبه وعشان رضيه ما بيرضاش، نقول له ده صنف ذميم. ده افضل بقى صنف بقى بنحاول نوصل له، ده ان من الناس بطيء الغضب
مش سهل انه يغضب. يعني فين مرة كده في السنة ولا حاجة نعدله في تاريخه مثلا انه غضب مرة في الشهر؟ سريع الفيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه الا ان تنتهك حرمة من حرمات الله. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام اقل حاجة اقل حاجة اقل موقف يسامح النبي عليه الصلاة والسلام. ناخد موقف بسيط جدا عشان نشوق السادة المشاهدين قد ايه كان سيدنا النبي الحلم كله موسوعة الحلم. جاله اعرابي فشده كده من اخذ بمجامع ثوبه شده من هدومه لحد ما تأثر عنق رسول الله عليه الصلاة. قال يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فانه ليس مالك ولا مال ابيك. طب معلش يعني ليه الاسلوب الجاف ده بقى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اعطاله اتفضل. وبعدين سأله أأحسنت إليك يا أعرابي مبسوط؟ قال لا أحسنت ولا أجملت. وانت عملت لي حاجة؟ إيه اللي انت اديتهولي ده؟ فالصحابة قام إليه الصحابة لا ده عايز يتقدم بقى. قام إليه الصحابة فأشار النبي إليهم اتركوه سيبهولي أنا سيبهولي أنا. وأخذه من يده ودخل إلى إحدى بيوته. عندنا إيه يا جماعة؟ كذا هاته خد. راضي؟ لا لسه. طب هات خد عطيه عطيه عطيه. إلى أن قال أنت كده راضي مبسوط؟ أحسنت إليك يا عربي؟ قال نعم أحسنت وأجملت جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينقي النفوس فقال له في نفوس أصحابي منك شيء. هم زعلانين منك. واحد بقى يقابلك في الشارع ها وكمان بتقولي السلام عليكم يتلكك لك ولا حاجة. فما أنت زعلت النبي قدامهم عليه الصلاة والسلام. فأخذه النبي من يده. شوف أسلوب النبي في علاج المشاكل. وأخذه وخرج إلى الناس مرة ثانية وقال يزعم هذا أنه قد رضي. ده بيقول أنه راضي. قال صحيح أنت راضي أعرابي؟ قال نعم جزاك الله خيرا أنت أحسنت وأجملت. فالصحابة فرحوا كده وتهللت وجوههم. وإذا برسول الله يعلمنا احنا الدرس بقى يقول مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل شردت دابته الجمل بتاعي يجري منه فأخذ الناس يتبعونها يجروا وراها. امسك يا جدع قبل يا جدع على الجمل والناس كلها تجري. فالجمل يبص يلاقي أمة لا إله إلا الله بتجري وراه يعمل ايه؟ يجري أكتر. فقال صاحب الناقة أيها الناس خلوا بيني وبين ناقتي ما ينفعش نجيبها كده بالشدة ما ينفعش تيجي بالعنف مع أنها حيوان ما بيتكلمش. خلوا بيني وبين ناقتي لو سمحت سيبوها لي. فوقفهم فالناقة بتبص لقت الناس واقفة فقامت واقفة. فأخذ من خشاش الأرض خلاها شوية حشيش كده ومشى ليها. الناقة شافت صاحبها شالها أكل فوقفت فأطعمها ثم مسح ذفراها اللي هو العظم اللي خلف الأذن كأنه يعني بيحنو عليها وأخذ بخطامها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شوفوا الشدة لا تعالج بشدة. صحيح عندنا أحداث وعندنا ألام نعالجها بالابتسامة الصادقة. نعالجها أننا أقعد مع واحد أحبه في الله أقول له يا مولانا والله أنا مكروب شوية. لا لا مكروب إيه؟ بص في دعاء النبي علمه لنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفرج هيجي. فبنقول للناس تفاءلوا بالخير تجدوه. كان النبي بيغضب بس بيغضب فقط للحق وغضبه له حدود عليه الصلاة والسلام. والفيء سريع جدا عنده النبي عليه الصلاة والسلام. فعايزين نتعلم كده من رسول الله. نقدر نقدر إنما الحلم بالتحلم. ندرب نفسنا هقول والله طيب والله يا شيخ انت بتتكلم كلام النبي كان كده فعلا. طب بكرة إيه بكرة إن شاء الله الأربعاء أنا هعمل لنفسي جدول إن شاء الله مش هغضب في اليوم ده. همشي كده أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأنا سايح حتى عربيتي فواحد كسر عليا انا بقول سبحان الله وبحمده. مش معقول هقطع سبحان الله وبحمده عشان له ما تفتح يا بني ادم انت مش عارف اعملها. فهنوصل ان شاء الله ان شاء الله. نسمع حاجه لمصطفى. يلا مصطفى جلال المنادي اتفضل. ما جرأ اثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق
فوق الجبين مرصعة جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا لله يرجو من الأخرى المكان الأرفع جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا لله يرجو من الأخرى المكان الأرفع وهو الذي لو شار وهو الذي لو أشار نالت كفه كل الذي فوق البسيطة موضعا من ألبس الدنيا السعادة من ألبس الدنيا السعادة من ألهم الدنيا الرياد من فهم الدنيا العباد من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس قميص مرقع اللهم صل وسلم عليك سيدنا رسول الله. لكن نيجي مولانا ونقول دايما الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كلنا نتمنى أن نقتدي بالرسول، بيطلع واحد يقول لك أنا فين من النبي، ده كان الرسول عندما كان يعفو، ده كان الرسول عندما كان لديه هذا الحلم، ده كان الرسول عندما كان يعطف على الناس، احنا بشر، ده رسول عليه الصلاة والسلام. ترد عليهم تقول لهم ايه؟ اقول لهم ببساطة شديدة، في عالم التكنولوجيا اللي احنا عايشينها على الانترنت اكتب كده مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده كان لسه بيبني الدولة، ده كان عنده مهمة صعبة جدا، ده ساعة ما نزل عليه الوحي قال له إن سنلقي عليك قولا ها ثقيلا، نعم. صح ولا لا؟ نعم. كانت مهمة صعبة جدا. كان فاضي النبي عليه الصلاة والسلام يمزح مع الصحابة، هو كان يمزح معهم، ده هم لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله أعطاهم مساحة من هذا الأمر وكان يلاطفهم ويمازحهم، هم بدلوا هذا المزاح وقبله منهم عليه الصلاة والسلام، فقد كان يمزح ولا يقول إلا صدقا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمزح يهزر، يعني زي إيه مثلا؟ زي جات له واحدة تقول يا رسول الله ست كبيرة مسنة كده يعني كفحت وصلت وعبدت ربنا، فبتقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال يا أم فلان لا يدخل الجنة عجوز للأسف، يعني الجنة بتخلاش ناس مسن. فصرخت المرأة ازاي وانا السن اللي انا في ده؟ قال لها يا أم فلان الله يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا، ده انت هتبقى في قمة، هتبقي في قمة الصبا، ده انت هتبقي آنسة في قمة الجمال وهتدخل الجنة. الصحابة قاعدين مرة كده مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتبادلون أطراف الحديث ويأكلون التمر، فلو قلنا مثلا سيدنا النبي قاعد جنب سيدنا أبو بكر جنب سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي قاعدين يأكلوا تمر كده، فكل واحد مثلا قدامه 7 تمرات، فأحد الصحابة الأخيار أراد أن يمازح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبدأ يأكل من التمر اللي أمامه ويأخذ النوايا بتاعة البلحة وبالراحة كده
يوم حطتها قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويأكل التمر ويحط النوايا قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما انتهوا من الأكل كلهم أصبح قدام النبي إيه؟ كوم نوى كده، والصحابي الجليل ده ما قدموش حاجة. فبيقول للنبي عجبا لك يا رسول الله، عجبا لك، أأكلت كل هذا التمر وحدك؟ إيه ده؟ حضرتك بتاكل كتير يا رسول الله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم ابتسامته المعودة، وكان إذا ضحك بدت نواجذه وسنانه تبان كده والدنيا تنور من ضحكة رسول الله، وما كانش يضحك بصوت عالي، كان ضحكه التبسم. فبيقول له يا رسول الله أكلت كل ده لوحدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما العجب لي، بل العجب لرجل يأكل التمر بنواه. ايه المشكلة ان انا قلت انت كنت تاكل معانا ما قدامكش ولا نوايا؟ ده معناه ايه؟ اكلت كنت تاكل التمر بنواه. فهو ده النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلاطف الصحابة. الحديث في البخاري حتى في بيته، امنا عائشة تقول كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، يوم العيد والعيال بيلعبوا في المسجد، الحبشة الاطفال. تقول فجعلت أنظر من فوق عاتق النبي، في فرحة كده هي عايزة تشوفها. تقول فطأطأ لي النبي منكبي، يعني وطى كده، فبقت هي تتفرج كده. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. بس ده النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن قال قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي في جانب البشرية بتاعته عليه الصلاة والسلام. لو ربنا بعت ملك كنا قلنا ده ملك، لكن ده نبي بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عثمان يقول صاحبنا رسول الله في الحضر والسفر صلى الله عليه وسلم، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل عليه الصلاة. هو ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل كحيل طرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وعرق المصطفى للطيب طيبة الله الله ويثرب شرفت بالنور طيبة الله الله وعرق المصطفى للطيب طيبة الله الله وطيبة شرفت بالنور طيبة الله الله ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لما لا ما قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل. اللهم صل وسلم. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا، وان شاء الله هيكون في تليفونات لمن يريد ان يسال الشيخ رمضان عبد المعز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في هذا اللقاء مع فضيله الشيخ رمضان عبد المعز والجميل المنشد الرائع مصطفى عاطف. ودعوة الابتسام، نبتسم، عايزنا نبتسم في هذا الخضم من الناس اللي تعبانه، الناس اللي بنشوفها بتعاني مولانا. يعني انت بتشوف وانا بننزل عشوائيات ونروح بنشوف اماكن لناس فقراء كثيرين جدا وناس مهمشين، ناس تعبانه ومش لاقيه وما عندهاش اي حاجه. ازاي اقدر اطلب من حد رغم من كل المعاناه اللي يعني يلاقيها هو ومراته واولاده انه يبتسم؟ ابتسم لان الله يقول في كتابه الله لطيف بعباده، ولا مش لطيف؟ لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ابتسم لانه في اشد المحن النبي عليه الصلاه والسلام مات عمه ابو طالب اللي كان بالنسبه له الجيش بالبلد كده، ماتت زوجته خديجه اللي كانت بالنسبه له الداخليه، الجبهه الداخليه بتاعته، فسمي عامل حزن. وراح الطائف قعد 10 أيام في الشارع، ضربوه بالحجاره ومعاه سيدنا زيد حتى ادموه، وبعدين ما نفعتش الدعوه في الطائف، هيرجع بلده تاني. اعلنت مكه انه ممنوع من الدخول، اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول، مش داخل بلده. فسيدنا زيد بيقول له رسول الله احنا رايحين فين؟ طب نخش مكه ازاي؟ قال يا زيد لا تحزن، ما تخافش، فان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الناس مكروبه، بنقول لها يا عباد الله صبرا ان توالت الكروب، كلما يشتد كربا تنجلي عنكم ذنوب. ان في القران ايه وهي طب القلوب، ان مع العسر يسرا قال علام الغيوب. ابتسم، ابتسم لان ربنا موجود، لان ربنا خلقك وما بينساش، وما كان ربك نسيا، لان الله يقول وكلنا حافظين الايه وبنقراها بعد الصلاه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ايه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، كل حاجه بتاعته. ابتسم في اشد المحن. يعقوب فقد ولدينه الاثنين، وبعدين بيقول ايه؟ بيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما تيأسوش وهو فقد ولدين الاثنين، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فبنقول للناس تفائلوا لان ربنا موجود. معانا تليفون من الفيوم. ايه اتفضلي يا انسه. ايه الو، السلام عليكم. عليكم السلام، سؤالك اتفضلي. السلام عليكم. انا بجد ممكن انا مش مطيعه قوي لربنا، بجد حاسه انا بعيده عنه. نعم. ما اعرفش ليه، يعني انا ممكن بصلي لكن مش منتظمه، حابه بجد الرب، حابه اصلي بجد من جوايا، حابه اوصل لربنا، حابه اوصل لسيدنا النبي بجد من جوايا. شكرا، اول مره تجيني الشجاعه ان انا اقول كده وعلى الهواء. شكرا على سؤالك، وان شاء الله هنجاوب عليك حالا. استاذ حمدي من الحلوان اتفضل، سؤالها مهم جدا على فكره. طبعا ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك، اتفضل. ماشي يا فاضل، سؤالك. والله كان معايا مبلغ من زمان كده بتاع الحاجه توفي. نعم، رحمة الله عليه. فحضرتك دلوقتي عايز أعمل حاجة روح لله. نعم. وحضرتك حضرتك؟ صدقة جارية يعني. طبعًا مش عارف بقى أديلي إخواتي ولا حاضر أجيب لها حاجة، يعني أعمل حاجة على روح. حاضر يعني. حاضر. أستاذ محمد من طنطا، أهلًا وسهلًا بطنطا وأهل طنطا. ربنا يبارك فيك يا دكتور. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا دكتور. سؤالك ويعزك دايمًا يا رب. الله يكرمك يا أخي، اتفضل. برنامج جميل جميل. جزاك الله خير. شوفك الأعزاء الله يخليك. ربنا يخليك. الشيخ رمضان عبد المعز الأستاذ مصطفى، ربنا يخليك. سؤالك إيه يا أستاذ محمد؟ سؤالك اتفضل. نطلب من سعادتك اكراما من سعادتك كده، يعني ان شاء الله ان البرنامج ده يتكرر ولو مره في الاسبوع. ان شاء الله هيكون مره كل اسبوع ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. معانا مين؟
بسمة تفضلي أستاذة بسمة سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا شيخ رمضان كنت عايزة أعرف أتواصل مع حضرتك، فحاولت أجيب نمرة حضرتك من الفيس أو من على النت أو حاجة، ما عرفتش بصراحة. بس أنا كنت عايزة أسأل سؤال، كنت أنا وزوجي كان نفسي هو يسمع الإجابة أكتر، كنا متفقين إن إحنا نرجع لحضرتك. إيه مدى علاقة الزوجة بأهلها؟ يعني أنا أساسا من المنيا وفي القاهرة، فلما ببقى عايزة أشوف أهلي وأقول عايزة أسافر. لا السؤال واضح تماما والإجابة هتسمعي حالا. معنا مين؟ طيب نجاوب على من حسن القدر إن إحنا نتكلم عن الابتسامة وجلنا بسمة. يعني بسمة نبدأ من بسمة. يعني بنقول للكل أنا أناشد مكان. أناشد كل زوج أن يتقي الله في زوجته وما يقطعهاش إطلاقا عن أهلها. نعم. وهو لو منع عن أهلها يكون آثم شرعا، وكمان لو منع ولاده إن هم يعتبر آثم شرعا. نعم. أهلها أهلها لازم. يعني الراجل يمنع مراته أنها تزور أهلها آثم. ده أهلها هو. نعم. مش عايز يزورهم، هو بينه وبين حماه مش عارف إيه، بينه وبين حماته إيه، نقول يا سيدي جزاك الله خيرا. بس رقم واحد دي أهلها وولاده، مش اللي هناك دي تيتا واللي هناك ده جده، هم لازم يعلم ولاده صلة الرحم. آية بتتكلم سؤال عايز تقرب من ربنا أكثر. احنا برضو ان شاء الله نعمل حلقة كيفية الوصول الى الله تعالى، لكن حاجتين اتنين مهمين جدا دلوقتي. آية كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رقم واحد بنطلب العون من ربنا في هذا الامر. رقم اتنين قال تعالى واتبع سبيل من اناب الي، صحبة الناس الطيبة، صحبة الناس الصالح. أنا ربنا يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيش معنى مع الصادقين؟ لأنك مع الصادقين هتبقى صادق. نعم. مع المؤمنين هتبقى مؤمن، مع المحسنين هتبقى محسن، مع المصلين هتبقى مصلي، مع الناس اللي ماشيين بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم هتبقى أنت في الصراط المستقيم. نعم. بس. هنسمع يا مصطفى، حب أن نختم بيه. بالمدينة. نحن روحنا يا إمام علينا. قلبي يحن إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها. لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن، لولاهما طابت وطاب ثراها، قلبي يحن يئن، قلبي يحن إلى مدينة طه عليه الصلاة والسلام. متهيألي نسينا سؤال بتاع حمدي. سؤال ورث مالا. ورث مالا وعنده ما يقدرش يعمل صدقة لوالدته المتوفاة إلا بإجازة الورثة نفسهم. إن هو المال ده كان في عهدته، أول ما أمه ماتت الله يرحمها رحمة واسعة أصبح هذا المال إرث تركة يتوزع، الا لو هي كاتبه وصيه مكتوبه في حدود بس الكلام. في نقطه مولانا هنا، افترض حضرتك ان المتوفى كان عليه زكاة مال. كان عليه زكاة مال. جميل. ولم يخرج زكاة المال، الا يجب ان يتم اجتناب المبلغ بتاع زكاة المال ده من الارث وبعدين يتم توزيعه؟ الانسان اول ما يموت يقضى دينه، نسدد دينه الاول، دين بقى ربنا اللي هو الزكاة او دين العباد اللي هي الشيكات والكمبيلات نسددها ونغسله ونكفنه ونجهزه من فلوسه، واللي يتبقى نوزعه كتركة. هو بقى اللي متبقى معاه ده بيقول يعمل لها صدقة بيه
نقول له لا انت معاك ورثه وافقوا اعمل، ما وافقوش توزع الفلوس واللي يعمل من 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 نصيبه يعمل. نعم، تحب نختم بايه وتقول ايه؟ واحنا يعني بدانا النهارده يمكن سلسله جميله وانك على خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم دائما البشر. نعم، ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، البشاره. ويطيب لنا بقى زي ما تعودنا بقى حضرتك عودتنا ان احنا ندعي في ختام حلقتنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام، نسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور بالقران ابصارنا، واشرح به صدورنا، فرج به كروبنا، اغفر به ذنوبنا، استر به عيوبنا، اشف به مرضانا، ارحم به موتانا، عافي به مبتلانا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا إله الحق، نسألك فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه، لا خاب من أنت مولاه. يا رب اكشف الغمة عن هذه الأمة، اجعل لنا وللناس جميعا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا يحصى لها عددا. نسألك يا الله أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. نسألك يا الله أن تدفع عن بلدنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فقد قلت في كتابك أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، فكما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمين. إلهنا ومولانا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا واعف عنا يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشكر فضيلة العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز، وبشكر المنشد الجميل مصطفى عاطف، وإن شاء الله يعني الحوار بقية الثلاثاء القادم. بشكركم جدا، عايز أقول غدا حلقة جديدة بوضوح مع الفنانة المتميزة جنات. عايز أقول لكم كمان أن موعد برنامج واحد من الناس بيوزع كل يوم جمعة الساعة 10:30 مساء على الحياة الأولى. الحلقة اللي جاية بنقدم فيها وظائف، بنقدم فيها جهاز عرايز، بنقدم فيها علاج لغير القادرين، بنقدم فيها منح تعليم. أرجوكم لا تترددوا، شاركونا في البرنامج وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على خير.